مؤسسة الأهرام، أستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أستاذة مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. نص الدنيا نظمت احتفالية النهاردة تتعلق بسبع سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي تم خلال السبع سنوات رؤية قائد وإرادة الشعب. هذه الاحتفالية اللي نظمتها النهاردة مجلة نصف الدنيا، واللي كان طبعا حاضر فريق مهاب مميش مستشار السيد رئيس الجمهورية، واللي تم تكريمه النهاردة من جانب مؤسسة الأهرام والأستاذ عبد المحسن سلامة. طبعا تحدث أيضا الأستاذ عبد المحسن سلامة على المشروعات وقناة السويس والبداية قناة السويس، وما قام به أيضا سيادة الفريق مهاب مميش، والقرار اللي أخذه سيادة الرئيس بالقناة الجديدة الثانية، واللي تم خلال السنة سبع سنوات جزء من اللي تم، لأنه تم محتاج يعني أيام وأيام وحلقات مطولة عما حدث في مصر من إنجازات على مدار سبع سنوات. أيضا كان عدد من زملاء والزميلات اللي كانوا حاضرين هذه الاحتفالية التي نظمتها مجلة نصف الدنيا برئاسة الزميلة مروة الطبجي. طبعا عرض فيلم تسجيلي وثائقي اتكلم على أيضا من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات، طبعا الرئاسة الأولى 2014، ومرورا به طبعا المشروعات، مرورا بالمشاكل اللي تعرضت لها مصر في فترة ما قبل 2014، وإزاي قدرت الدولة والرئيس خلال هذه السنوات مواجهة التحديات وأيضا تحقيق إنجازات كبيرة وإنجازات لم يكن أحد يتوقع، قضاء على كثير من المشاكل. لسه بنتكلم على مشكلة المناطق غير الآمنة اللي ما كانش أبدا حد يقدر يتخيل الدولة تقضى عليها خلال هذه الفترة، إنفاق كبير، ورايحين نخلص كمان مشكلة المناطق الخطرة اللي هتاخد عدة سنوات، ولكن حجم إنفاق كبير جدا. تحدث أيضا الفيلم الوثائقي اللي عرضته الأهرام النهاردة خلال هذه الاحتفالية عن جانب مما تم خلال سبع سنوات. نتابع ثم فاصل أخير وعود لحضراتكم. بمقر مؤسسة الأهرام أقامت مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا احتفالية الجمهورية الجديدة بعنوان رؤية قائد وإرادة شعب، سبع سنوات من الإنجاز في بناء الوطن. وأثناء الاحتفالية تم تكريم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. مشروع قناة السويس الجديدة والأنفاق كان دي بداية التدشين عصر المشروعات القومية الكبرى في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان تحدي ضخم، لان كمان الظروف كانت صعبه، لان دايما لما بيجي يقيم الاشياء بيقيم الاشياء في ظروفها. ممكن يتعمل مشروع في وقت مختلف في حاله مختلفه، فكل حاجه بتبقى لها ظروفها. الظرف كان صعب لان مصر كانت لسه خارجه من مخاض عسير جدا وظروف متوتره وظروف صعبه، وكان في تساؤل ضخم، هل ممكن مصر تعدي وتنجح في التحدي ده؟ الحقيقة مصر نجحت قدام العالم كله، لأن كمان ميزة هذا المشروع أنه ليس مشروع محلي لكنه مشروع محلي له أبعاده العالمية. طبعا التكريم النهاردة ده وسام على سطري، وأعتز وأشرف بيه أن أنا بكرم من مؤسسة يعني صحفية تعتبر قمة الصحافة في مصر وفي العالم كمان، مؤسسة الأهرام وجريدة نصف الدنيا. لكن في الآخر أنا يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى إن هو حبانا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الاقتصادية الصعبة والفترة السياسية الصعبة، اللي احنا كنا يعني في وقت من الأوقات فقدنا الأمل، لكن هو أحيا الأمل تاني، وكان أول مشروع له مشروع قناة السويس الجديدة، وشرفت إن أنا أكون أنا والهيئة الهندسية مشرفين على هذا المشروع، ونجحنا في تنفيذه في أقل من كان ثلاث سنين، نفذناه في سنة وأقل من سنة كمان، ويعتبر هو الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي المصري حاليا من العملة الصعبة. فده نموذج يقول ان الفكره مصريه وقرار مصري وتنفيذ مصري وتمويل مصري، احنا قادرين. ما حدش يقول احنا مش قادرين، احنا قادرين جدا. انت بالك ان شاء الله المشاريع الجايه كمان تعتمد على مصريه المشاريع باذن الله تعالى. في مشروع المنطقه الاقتصاديه
وفي ميناء شرق بورسعيد وفي ميناء العين السخنه وميناء غرب بورسعيد، تطوير المواني المحيطه بالمنطقه، في مزارع سمكيه، في انفاق تحت سطح القناه، في حاجات كتير جدا تعتبر معجزه وما كانش في امل انها تتم. الحمد لله تمت قبل سوقتها كمان. معلش سياده الفريق، مش هينفع ابقى واقف مع قامه كبيره زي حضرتك وما اسالش حضرتك ازاي قدرتوا تنفذوا مشروع قناة السويس الجديدة، مشروع ضخم طبعا بيحكي عليه مش مصر بس، بيحكي عليه العالم كله. ازاي قدرتوا تنزلوا في المدة الزمنية في تنفيذ المشروع من 3 سنين لسنة واحدة؟ كانت ازاي؟ كانت توفيق ربنا سبحانه وتعالى، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل ومتابعته الموصلة. مصرية المصريين، المصريين لما تحب تلاقيهم تلاقيهم. فأنا بشكر كل العاملين في هذا المشروع وبشكر الهيئة الهندسية، وبتمنى يا رب ان المشروع ده يكون بداية لمشاريع اكبر واكبر كمان ان شاء الله. وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج مجلة نصف الدنيا لتوثيق الإنجازات والنقلة النوعية اللي اتحققت في بلدنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنحتفل في مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا بجمهورية جديدة، وأنتجنا فيلم اسمه جمهورية جديدة رؤية زعيم وإرادة شعب. والحقيقة احنا حريصين نصف الدنيا ان احنا نلقي الضوء على كل انجازات الدولة وما قدمه فخامة الرئيس خلال 7 سنوات من انجازات كان ممكن ان هي تتم في 50 سنة، لكن هو طبعا حقق الاعجاز. نلمس جميعا مدى التطور اللي بتشهده مصر في كافة المجالات، في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في الطرق، في الاسكان، في القضاء على العشوائيات. حرصنا ان احنا يعني من خلال الفيلم الوثائقي ان احنا نقدم خلاصة المشروعات اللي تمت على ارض الواقع حتى الان، وتدشين العاصمة الادارية يعني كرمز للجمهورية الجديدة. واحنا ان شاء الله باذن الله مستمرين في العمل بما يتوائم مع الانجازات الرئاسية، لان مؤسسة الاهرام مؤسسة فكر وثقافة وتنوير. حسيت وانا بحط الموسيقى اللي الفيلم وبقوم بتأليفها ان انا حسيت ان انا زي الناس اللي اشتغلت في الفيلم، يعني في البناء وفي يعني شاركت معاهم في الانجازات دي. تشرفت بالعمل فيلم، ومبروك عرض الفيلم ان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. شرف كبير جدا ليا حضور هذا المؤتمر اللي بيضم صفوة من محبين مصر الوطنيين اللي أثروا مصر في الحياة الاقتصادية والسياسية والإعلامية، تحت قيادة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم اللي شعب مصر كله بيحبه وشايف كل الإنجازات اللي هو بيعملها لمصر وبيعملها للوطن العربي بالأكمل. اللي بشرف طبعا بمونتاج فيلم الجمهورية الجديدة اللي تناولنا الجانب بسيط جدا من الانجازات وما قدرناش ناخدها كلها، ولا 15 أفلام يتناولوا الانجازات. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.